ولله الحمد، وبعد انتهاء وفد برنامج عمرتي 2019 من أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة وزيارة مختلف المشاعر فيها، نتواجد اليوم في المدينة النبوية طيبة الطيبة. فها هم أبناء برنامج عمرتي 2019 كالنحل ينهلون من واحات المسجد النبوي الشريف من حلق للعلم وبقعة طيبة كالروضة الشريفة، يصلون فيها ويبتغون الأجر والثواب من الله عز وجل، ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. وقد زاروا أيضا بقيع الغرقد ودعوا للأموات فيها ومبتغين بذلك الأجر من الله عز وجل.